راكب دماغه بقى. شكلي يا فندم وقت سياق. لا انا لازم ادخل. اماني دي اللي جابك هنا؟ جاي الحقك قبل ما تودي الراجل في داحيه. بقولك ايه، امشي حالا دلوقتي روح على البيت. لا طبعا مش ماشي غير لمشهد بالحقيقه. اماني لو ما مشيتيش دلوقتي تبقى اخر ليله على ذمتي. اعمل اللي انت عايزه. على فكره يا جماعه ما ينفعش كده. حضره الضابط انا حنان صالح المحاميه، وجايبه معايا الاستاذه اماني حرم، الاستاذ سميح اللي مقدم بلاغ اسمه وكيل شريف صالح. اهلا وسهلا استاذه، اتفضلي. انا جايه اثبت لحضرتك كذب ادعاء الاستاذ سميح بان موكلي اقتحم بيته وتحرج بمراته. انا معايا مدام اماني، مدام الاستاذ سميح. اتفضلي يا استاذ، يا ريت تسمعي شهادتك. مفيش يا فندم حاجه حصلت من اللي جوزي قالها. انا اللي قلت لشريف يدخل البيت. الحقيقه الراجل تعب معايا وشال شنط كتير جدا من العربيه لحد باب البيت، فكان من الواجب والطبيعي جدا ان انا اعزمه واقول له يدخل يرتاح شويه. وبعدين شريف مش غريب، شريف صاحب جوزي الروح بالروح، وانا صاحبه مراته من سنين. وبالنسبه لاتهام جوزك للاستاذ شريف ان هو شافه وهو بيتحرش بيكي، مفيش اي حاجه زي كده حصلت. استاذ شريف مش ممكن يعمل حاجه زي كده. جوزي هو اللي بيغير عليا بزياده. الحكايه كلها ان انا اتكعبلت وكنت هقع وشريف حاول يلحقني. في اللحظه دي دخل سميح وحصل سوء تفاهم وجري وراه بالسكينه. سكينه؟ ايوه، بس شريف لحق نفسه وجري. ما قلتلناش حاجه يعني يا استاذ سميح عن موضوع السكينه ده. هو الحقيقه انا نسيت. ويا ترى نسيت تقول لنا ايه تاني يا استاذ سميح؟ وده يا فندم تفريغ كاميرات المراقبه بره وجوه الفيلا بتثبت كذب ادعاء الاستاذ سميح في الواقعتين، واقعه الاقتحام وواقعه التحرش. ندى استني بس رايحه فين؟ زي ما حضرتك شايف يا فندم الفيديو بيتطابق بالظبط مع شهاده الاستاذ اماني. ايه رايك يا استاذ سميح، لسه مصر على البلاغ؟ لا يا فندم، انا اتصور ان الاستاذ سميح هيتنازل عن البلاغ ويستمع لصوت العقل. انا ممكن استمر في اجراءات البلاغ عادي، بس انا انصحك نصيحه لوجه الله. البلاغ ده لو راح لوكيل النيابه بعد افاده الاستاذه اماني وتفريغ الكاميرات، موقف حضرتك مش هيبقى حلو خالص. ده زائد ان ممكن يتوجه لحضرتك تهمه الشروع في قتل، فانا رايي تتنازل عن البلاغ ونقفل المحضر والطيب احسن. بالظبط سيادتك، يلا يا سميح اتنازل، ما تركبش دماغك اكتر من كده. بس مفيش بس بقى، بعد اذن سيادتك لو في قلم بس يمضي على التنازل كتر خيرك يا فندم. اتفضل. مبروك يا شريف، مبروك. شكرا حنان، ربنا يخليكي. شكرا يا ماني. تمام، انت كده صح، عملت عين العقل. بقولك ايه، سيبني في حالي، مش عايز اتكلم حد. انا ماشي. لا ماشي فين يا استاذ سميح؟ في تاني يا فندم. لا انت هتستنى معانا شويه كده عشان الاستاذ شريف لازم يتنازل عن حقه في تهمه الشرفاء. افكر. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.